أخذنا المركبة شوية عن علوم الفيزياء شوية، وبدأت نميز ميكانيكا الحركة الدورانية والشغل والزحمة، هذا كلها ميكانيكا، يعني ما هي كهرباء ما هي حرارية، أساس ميكانيكا. فبسأل سؤال وأباكم تستفيد من بعض، ما الذي ينبغي عليه التوافيق عند تعليم العلوم خصوصا في صفات في تعليم العلوم لا تخفى علينا. ثم نشرح في محاضرة ميكانيكا ثاني ثانوي على الحرارية والزخم والشغل. طيب الحمد لله كان عندنا حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 ما شاء الله 10 طاولات بالتمام. لو كل طاولة تعطينا جملة مفيدة عن علوم الفيزياء، انتم لما تقولوا احنا اساتذة فيزياء وتعلمنا وتوقع تخصصنا على البكالوريوس ماجستير فيزياء واللي قاعدين ندرس الفيزياء، فلو طلبت منكم اي جملة مفيدة عن علوم الفيزياء بالذات يعني مقارنة ببقية العلوم، عندكم اي جملة مفيدة؟ اي واحد فيهم؟ ارفع صوتك بس بس ما يحتاج ان شاء الله. اي لان ما حاعطي فرصة انك تروح ولا يتم. عندك اي توقيت عند العلوم الفيزياء؟ نقول في النفسية المراحل الطبيعية. طيب ممتاز. تفضل. رجعت معك؟ تفضل. درست الموجات والقصيدة. الموجات والقصيدة؟ طيب تفضل. أشياء تميز علم الفيزياء. يدرس كل ما هو حول. ما سمعتك تقول يدرس كل ما هو حول. ما هو حول؟ تحولات الطاقة والاستفادة منها. طيب هذه الأشياء اللي ندرسها في الفيزياء الكبيرة، بارك الله فيك، تفضل. علم تفسير الظواهر التي تحدث في الطبيعة وإيجاد المسببات لها ونتائجها. جميل. يعني ترى لا تعرف أنه ما في إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، يعني خصوصا أن الإنسان خلاص تركنا نظرية التقوية السلوكية والإجابة النتائجية والكلام المناسب لأي موقف، ما عندنا عندنا الأشياء. عندنا فكرة حرة. تفضل. أي وقت في أي شيء ما يقوله عن علوم الفيزياء. نرجع. طيب شكرا. تفضل. تفضل أيها الاهتمام بالعلم الذي يهتم بخاصة الظواهر الطبيعية. اتفق على خمس مرات أسمع عن الظواهر الطبيعية. جميل، لكن احنا كنا نقول يا أولادنا وهم كنا نقول لهم صادقين وكان موجود في المقرر السابق وفي حتى المقرر الحالي، نقول الظواهر الطبيعية والمش عارف ايش التقنين. صح؟ يعني ما بين الكيمياء والأحياء والرياضيات لحد ما فضلاً عن مثلاً الفقه ولا خلينا نقول اللغة العربية، فين حتدرس عن الليزر؟ فين حتدرس عن الخلايا الشمسية؟ الخلايا الشمسية ما هي ظواهر طبيعية، يعني هي ظواهر طبيعية الشمس الحمد لله موجودة نزل علينا الخلية الشمسية. خذ أي مثال التلفزيون، صح؟ مش بنقول لازم بكالوريوس نقول إلكترونيات أكثر منه، لكن الإلكترونيات تدرس في الكيمياء، يعني مو تدرس في الكيمياء ولا تدرس في الأحياء. يعني صح الظواهر الطبيعية كلها الناس اللي كانت في المانيا قالوا شيء غلط، ولكن كذلك لا تنشغل عنها في التقنية لأجل لو أنا أتكلم مثلا عن قوس المطر، كلنا نقول حسن وين قوس المطر؟ ما عندنا قوس مطر. أنا جيت والبارحة أرجع من البرد الشرقية وجيت هنا وشرقية من بيت بجدة. يعني الظواهر الطبيعية جميلة مثل زرقة السماء، ليش جمال السماء في الطاقة؟ هذه الظواهر الطبيعية وين تدرسها؟ ما تدرسها في الأحياء. درس في إجابة صحيحة، بس كذلك لا يفوت التركيز على البعد الآخر الذي يهم طلبتنا. يجي ما يقول لك الانتقال الحال عبر الزمن، الآلة الانتقال عبر الزمن، فالآلة هذه موجودة ما هي موجودة حاليا. ايش هي؟ في تذكرت تدرس يا عزيز الدكتور تفضل لك عن أي إجابة؟ أي إجابة؟ أي يعني حال؟ في شهر سنين فقط. المادة والطاقة شكل المادة جميل. ممكن أسأل سؤال؟ بس هذا سؤال قوي. إيش شكل الإلكترون؟ ما شكل الإلكترون؟ الإلكترون ما يعرف صح؟ إيش شكله؟ ايش شكله؟ نعم. سؤال صعب. ايه بالانجليزي it's a loaded question، يعني في ما في سؤال صعب. نعم. ما عندي شاهد. صحيح، وهذا ترى حتى بعض
فيكم بتاخد التجربة هاي اللي يكون فيه كسارة بالإلكترونات تطلع من كاثود من محبط وأثناء خروجها يكون في مجال مغناطيسي متعامل فيدور صح؟ فإحنا للأسف بعض إيش يقول؟ يقول شايفين الإلكترونات لأن شوف اللون الأزرق فيها فيكم شو سوى التجربة هذه كانت موجودة في المقررات القديمة ولا لا؟ كانت موجودة في المقررات القديمة المجال المغناطيسي وفي التلفزيون شفتها؟ اه اي ممكن طيب فإحنا إيش نقول لطلبتنا اللون الأزرق هذا نقول عليه مبادئ إيش؟ الإلكترونات مسافة الإلكترونات هي الإلكترونات هذه ليست الإلكترونات هي نعم ارتفاع الإلكترونات مع الغاز الموجود داخل الفاتحة نعم والإلكترون قال إيش؟ مين قال واحد؟ ما شافه يعني الإلكترون ما شافه نستخدم الإلكترونات ما في بشر خلينا نقول نافذ إلكتروني إلا هو قاعد يستخدم الإلكترونات يعتبروها تسارع أو بطاقة 200 ألف ولا 500 ألف فوق المليون إلكترون فولت وتتفاعل مع الأصغر وتعطي صورة لكن الإلكترون نفسه نظريات الحقيقة أنا قاعد أتكلم مع فيزيائي لأنه كذلك الشيء اللي بنبه عليها يا جماعة ليس كل شيء مناقشة فيه معناه هذا اللي أعطيه لطلباتي هذا النوع أنا ما هي الطلب فإحنا إذا تعلمنا أو ناقشنا في أشياء ليس بالضرورة معناها إنه هكذا اللي بنبه لطلباتي حدث الناس على قدر مفهومي طالب يتكلم في ثلاث صفوف في ثلاث اتجاهات وهو الاتجاه الواحد ما يعرف يتعامل معاه ممكن يشتغل بالنسبه لنا احنا ضروري نفهم الامور عشان احنا فيزيائيين حتى يكون عندنا النظره خارج الصندوق كما يقولون جميل انا استغربت من حسب النظريات الحديثه الالكترون ليس له حياه الالكترون جزئين اولي يعني ما يتكسر وهو نظم يعني حجم وان كان له اثر ليس له حجم حسب النظريات الحديثة. هذا ليس له هذا ليس معناه أنه ليس له حجم رياضي، لكن ليس له حجم حقيقي، يعني شيء إنك هم يقولوا classical radius يعني نصف القطر الكلاسيكي أو التقليدي، بس إحنا ما عايشين الإلكترون هو جزئين تقليدي، جزئين أول، جزئين يعني لا تطبق عليه قوانين نيوتن، تطبق عليه قوانين نيوتن الإلكترون أصلاً. قوانين نسبية وأكثر نسبية وأكثر نسبية كمية طيب احنا اليوم تركيزنا مو على درجة ثانوي الفصل الثاني ولا أولى ثانوي الفصل الأول ولا الثاني ثانوي الفصل الثاني تركيزنا على أول ثلاث فصول بشكل أساسي ثاني ثانوي وهذه كلها لها علاقة بالميكانيكا فما الذي يميز تركيز علم الميكانيكا؟ أنتم يا جماعة كلنا احنا أعضاء ومعلمين في التربية والتعليم درس الرحلة الثانوية أنت لما تجي تهيئ نفسك عشان تروح آخر غدا خلينا نقول او اللي بعد غد لو تروح تدرس فيزياء تقول هذول كانت حراره هذا كان ضوء هذا ممكن يكون صوت هذا ممكن يكون فيزياء حديثه هذا ممكن يكون ميكانيكا فايش الذي يميز الميكانيكا يعني ايش اللي يريحك او يقلقك لما انت تيجي تدرس ميكانيكا في طلبتنا في اولى او ثانيه او ثالثه عنده اي تعليق اعطيكم فرصه دقيقه فكروا ما تظنوا بالله فكروا دقيقه ان شاء الله بدنا نحكي بين بعض. هنا السؤال. احنا الان قلنا الفيزياء تتميز باشياء ممكن تكون احسن ولا مو احسن، يعني ما حد يقدر يقول الفيزياء احسن من الاحياء، احنا ما نقول هذا الشيء. لكن الفيزياء تتميز بالاحياء. طيب جوا الفيزياء في ميكانيكا، في صوت، في ضوء، في كهرباء، في مغناطيس ممكن نقول كهرباء او مغناطيس، وان كان انا بقول حتى الصوت كهرباء، يعني ممكن يجي الصوت، الذبابات الذبابات ممكن تجي. ما في كهرباء ما في عندنا في الصوت اللي قاعد نتكلم معكم بحسب الان الميكروفون كيف قاعد تسمعني؟ بالكهرباء تقول بالصوت تصور بالكهرباء صح؟ لان الجزيئات كيف قاعد تهتز؟ لان الالكترونات اللي في الجزيء تضرب او تضايق الجزيئات في الجزيء اللي بعده الى اخره فيصير الذبذب وين تهدر الصوت فانا لما نحمس طلبتي لما ندرسهم كهرباء اقول حتى الصوت كهرباء تحميل لكن احنا نقول الصوت علم والكهرباء ومغناطيسية علم ممكن تكون كهرباء مغناطيسية ممكن يقول حسب النظرية النسبية فإن الكهرباء والمغناطيس وجهين يعملا واحد هذا صحيح هذا صحيح وفي نووية وفي إلكترونيات في علوم مختلفة فالسؤال يقول ما الذي يميز الميكانيكا ما بين علوم الفيزياء هذا السؤال طيب أعطيكم دقيقتين Thank you.
نفسيتك نفس النفسية، مخاوفك، اهتماماتك، تفضل. مشاهدات الحياة اليومية في الميكانيكا أعظم من بعض العلوم الأخرى، جميل، الفيزيائية لو سمحت، تفضل. أنا شفت كل العلوم الأخرى أنها ميكانيكية يعني، زي الموضوع الميكانيكية، الصوت الميكانيكية، شوف الميكانيكية أنها تخش في كل الأخرى. طيب كيف الوقت في الميكانيكية؟ الموضوع الميكانيكية تتمثل في الأخرى، وعلى الأخرى. طيب. ترى لو تكلمني ما تتكلمش ابعد واحد في الصلاه. اكثر علم في السياره يعني. جميل. طيب شكرا، تفضل. عندكم علم؟ خمسه. تفضل يا استاذ. تفضل. صح. لذلك الفيزياء بدون المرور على المادة على جزئية الميكانيك. تفضل يا استاذ.
تفضل شكرا. انا ما اعلم الناس عن تعليقات الاخرين. اللي عنده نفس اجابه زميله ما يحتاج يعلم. اللي يعترض على اجابه زميله يقول، واذا ما حد اعترض واجابه زميله غلط معناته كلكم غلط. تفضل يا جماعه. مشروع هنا. نفس الكلام. ها؟ احد عنده اي تعليق اخر؟ طبعا الكلام مو صحيح يا اخوان. مو صحيح. كيف يكون قوة الفعل ورد الفعل؟ انه قوة الفعل جد الأرضية وقوة رد الفعل القوة العمودية، احنا توكم انتم اللي قلتوا لي صح كلامكم انه قوة الفعل ورد الفعل على جسمين، الآن جذب الأرضية علي أنا، علي جذبتني أنا، ورد الفعل الكرسي قاعد يدفع مين على فوق؟ أنا، فما يكون ما يكون جذب الأرضية وقوة رد الفعل علي الاثنين فعل ورد فعل، ما يكون، لأن الاثنين واقعين على جسم واحد. المشكلة اللي احنا كنا نقضى فيها لما كنا ندرس المقرات القديمة انه كنا يعني ما ننتبه انه قوة الفعل ورد الفعل تصير على جسمين مختلفين وعلى جسم واحد. يقول إذا ألف ضرب باء، باء حيضرب ألف بقوة مساوية في النقطة معاكسة في الاتجاه. أنا عندي ما شاء الله تبارك الله ست عيال الكبرى متزوجوا في الجامعة والصغير يحمي. عندي ولدي في الأولى متوسط، الآن قاعد أشوف النور في منهج الأولى متوسط. فقلت له يا بابا الآن قانون الثالث فيقعد يسمع لي. للأسف عندنا في المدرسة اللي هو فيها معنا من أفضل مدارس المملكة عندنا في المنطقة الشرقية، مع ذلك يترك المقرر للأسف ويعطي الطالب ملخص. هذا أنا أشوف استهتار بالدولة، اللي يعطي ملخص بدل ما يخلي الطالب يقرأ الكتاب، هذا استهتار بالدولة، لأن الدولة أنفقت هالمشروع قيمة 900 مليون ريال مو عشان احنا نكرر التفاهه اللي كنا نسويها من 10 15 سنه انه نعطيه مقابله يحفظه ويقول له مع السلامه لما نجي يسمع ويدور في الاختبار والسنه الجايه ولدي يقول لي ولدي كنا ممتاز. هذه اخذناها رياضيات، هذه اخذناها زمان، يعني لا احد يسالني الاشياء اللي اخذناها زمان ما فيها قريب ولا زمان. فايش اللي جاب السيره؟ اللي جاب السيره انه اقول له طيب لما امسك الورقه لو نمسك الورقة واطلقها هي ضربتني ولا انا ضربتها؟ فيقول لي انا ضربتها وانت هي ضربتك، قل فعل. قلت بس مين القوة أكبر؟ واللي ضربتك أنت أكبر. غلط. أنا لو أطلق الورقة قوة الضرب للورقة نفس قوة ضرب الورقة عليه، صح أنه الأثر لأنه كتلة صغيرة تتسارع، أنا ما شاء الله علي 100 كيلو ولا أقل 90 كيلو. ما تحرك، لكن قوة الفعل ورد الفعل بالاتجاه. فنفس الشيء عندما نقول يا جماعه ان قوه الفعل ورد الفعل تؤثر على جسمين مختلفين، ونقول انه الف يؤثر على قوه على جسم باء بقوه تساوي المقدار وتعاكس الاتجاه، القوه التي تؤثر بها باء على الف وحده تؤثر على باء ثانيه تؤثر على الف. فانا بالنسبه لي الان قوه الفعل ورد الفعل حقيقه في قوتين فعل في قوتين رد فعل. بس ما اقول لك يعني بلاش اقول لك ايش هي، خلينا نجي للنقطه الثانيه. لما اجي و غير حاله التزام، الان تو انا قاعد اعطيك بغير حاله التزام صح؟ كنت اتسارع تجاه الارض. هل كان في قوه فعل ورد فعل؟ يا جماعه لما يكون ما في التزام هل برضه في قوه فعل ورد فعل؟ وهل هم المهمه هل هم مساويتين مقدار عكستين في الاتجاه؟ ولا كانوا نيوتن ثاني ثالث؟ وكانت ما يعتقد الله بالاسماء يعني مش مهم نسميه الاول ولا الثاني ولا الثالث، بس عشان الدائره كويسه يعني ما تكون حدودات يعني فيزياء من كثر ما حفظونا بعض العلوم المفروض نذكرها صرنا نذكر الكف، هذا شيء يكفي الكف ممتاز لكن هو ليس على حساب الفهم المفروض. طيب فهل كان وانا قاعد اتساقط اتسارع ها حاله اتزان؟ ترى ما قاعد اضيع وقت، الاتزان جزء من المنهج اللي قاعدين بصدده الان. هل كنت انا هل كان هناك حالة فعل ورد فعل؟ على أقل سؤالي واضح؟ تفضل بعدين تفضل. أسأل حضرتك سؤال. الكتاب اللي على المصر له قوة فعل وقوة رد فعل أم ليس له؟ هو الفعل ورد فعل يحدث على الزوج من الأجسام وليس على جسم واحد. أرجع للموضوع هذا، أطلع فوق الكرسي مرة ثانية وحناقش الموضوع، لكن هو لا قوة الفعل رد فعل ليس على جسم انما على جسمين. نقول اذا اثر
جسم ألف على جسم باء بقوة، لأن باء يؤثر على ألف بقوة وسابق مقدار وحاسب فيها. أما جسم هكذا في الفضاء ليس له قوة تزوج، ليس هناك قوة فعل ولا فعل. تخيل أننا بعيدين عن كل الجاذبات الجاذبية الكونية، ما في أي نجمة قريب منا، بحيث نقول كل القوة الجاذبية مهملة. والواحد ما يكون فيه فعل ولا فعل. طيب أستاذ تفضل. ما ذكر الدوائي؟ تكلم عن حالة هذه لأن ليس في حالة التزاحم، هي لا تسوس. صح، فهل كان في صحيح الكلام؟ لم أكن في اتزان لأن كنت أتسارع، ودائما إذا كان في تسارع حتى سواء كان التسارع خطي أو سبب الدوران، المهم إذا في تسارع فإنه لن أكون في الحالة. طيب، لكن هل كان في قوة فعل ولا تفعل؟ بالضبط. كيف؟ ما فهمت الثاني هذا؟ لا، قبل التصاقط، افرض اني طحت طلعت بيني وبين الشاب من الدور الثالث، قبل ما اضرب في الارض اثناء سقوطي، انا ما اتكلم عن لا لو ضربت واضح الله يبين وبين الشاب، انا اثرت في الارض الان اثرت في الارض الاول الا هو ايش؟ ايوه انا مشيت في الارض الان الشيء اقوى منه فما تاثير علي لا ما هي اقوى منك او اللي فك علي بالضبط فانت جبت خبر مضبوط بس ليس تستطيع تصيب الهواء، اول امر ما في هواء هتساقط ولا تتساقط، ايش بدك تسوي في تساقطك؟ كذب الارضيه لو ما في ارض تنزل ساقط ما حتساقط، اذا ايش اللي صار؟ الارض جذبتني، جذبتني بدي ايش؟ تقريبا 1000 نيوتن، اذا انا كتلتي انا 94% وقول الجاذبيه بدل 10 ما بدل 9 من 10 تقريبا 10، اذا تعتبرني القوه كم؟ 1000 نيوتن. زي ما قال الاستاذ اسمكم الله يسلمكم استاذ احمد الله يبارك فيكم ما شاء الله جبتها في الصميم انا جذبت الارض ب 1000 نيوتن زي ما الارض جذبتني مو اقل ولا اكثر اول نيوتن طبعا بس ملاحظه هنا وانا اقول لكم لا تلتم طلبتكم بالكلام الزايد ها لا لابد وهذا لابد قانون نيوتن الثالث مو دائما صحيح يعني احنا نقول قانون نيوتن الثالث لكن في حالات استثنائيه قانون نيوتن بس احنا بلاش نتكلم في الموضوع يعني ليش موضوع نقاش الاستثناء ليس في الميكانيكا في الكهرومغناطيسيه في حالات قانون نيوتن الثالث لا يقوم فيها ليس هذا موضوع نقاش الحالات العاديه اللي نتكلم فيها قانون نيوتن الثالث بالضبط ففعلا كنت وانا قاعد اتسارع تجاه الارض الارض كانت تجذبني بقوه 1000 نيوتن تقريبا وانا كنت اجذبها بقوه 1000 نيوتن لكن هي كتلتها تقريبا 16 و24 وانا كنت مسكين بس 100 كيلو فالتسارع يظهر علي 1000 على 100 10 عشان كذا انا قاعد اتسارع تسارع 10 متر بكل ثانية تربيع هي قاعد تتسارع الى الاعلى على فرض انه ما في احد قاعد يرد برضه من الناحيه الثانيه من الكره الارضيه فوائد ولا ادري احنا المملكه على الكره الارضيه على فرض ما في احد يشبك الا انا كنت قاعد اشبك على فوق اجذبها على فوق انا فوق اتجاه الجسم فالارض كانت تنجذب الي تسارع تماما جذبت فيها بقوه اقل بس بتشارع تسارع قام يساوي كاف في ثانيه انا تفضلته كاف 16 24 قاف 1000 1000 على 16 24 تطلع يعني تقريبا نص 10 ناقص على 1000 يعني 18 و17 وشيء زي كذا اي يعني اقرب الى الصفر ما نقدر نقيسه يعني عمره شافها اخذ الارض لكن لو كنا احنا في مكان ثاني مثل ايش؟ مثل احنا والقمر احنا نقول انه الارض القمر يدور حول الارض هذا كلام غير دقيق يعني القمر والارض يدور حول مركز يعني الارض تتاثر بالقمر والقمر يتاثر برضه بالارض ليش؟ لانه قلت لك الارض فقط 80 مره فقط تقريبا ضعف مثلت القمر ما احنا 1000 مليون مره كثره القمر كان تقريبا احنا ما نتاثر مثل ما الارض ما تاثرت لما انا غطيت وطحت وتسارعت والارض تبقى تسارعت في المتسارع من صح 16 27 يصير 21 تقريبا بس اقل شوي ماشي هذا تقريبا ما شاء الله طيب اذا النقاش جميل ايش اللي قاعد يصير في النقاش؟ بدك تسوي زي رحمه الله عليه الله يجمعنا ويجزينا كان يطلع كذا في اسهابات جميله جدا راقيه الله يجمعنا ويا الجنه ومن دون
فين كنا اليوم عند سيدنا الكل؟ ايه؟ نفس السؤال اللي بعد، المي الذي يميز الفيزياء منه الواحد ايه؟ فالان الميكانيكا يا جماعه ما نعرضه زي ما قلت ان الظواهر موجوده في حياه كل ادم، فايانا ندرس الفيزياء زي ما ندرس مثلا النسبيه، يلا قولوا لي النسبيه كيف ايش اكوام الطالب فوق الطاوله وكيف تطلع فوق الكرسي وتنطه ولا تقولوا فعل ولا فعل وتسارع ومين النسبيه ايش تسوي؟ ايه فالان هو حتقول لكن الاشياء التطبيقيه النسبيه مو زي بس مو زي الميكانيكا، المقصود انه هذه الاشياء اللي حتميزها، كذلك قضيه اعداد الطالب ما ادري انتم تستخدموا هذا الاسلوب ولا لا، لكن احيانا في بدايه السنه نعطي الطالب بعض المقدمات الرياضيه اللي حيحتاجها خلال السنه لانه حيحتاج يستخدم الرياضيات كثير في الميكانيكا يمكن اكثر من عنده مسائل في علوم اخرى. قضيه تعميق انه الفيزياء لا تاخذ، يعني ما سمعتوها يا اخواني، انا سمعتها كثير، يقولوا لك ليش احنا ندرس الفيزياء؟ ايش دخل الفيزياء في حياتي؟ واحد يقول لي انا حقا مهندس كمبيوتر، انا ادرس فيزياء ليش؟ لما يقول لك وقت الفيزياء بالحياه الحقيقيه، لما بين له انك انت لما تسبح مثلا 100 تمشي 150، يعني زدت كم؟ 50%، لكن لما يجي وقت ما تحط البريك الكوارث وتشوف ال 100 سياره و 150 قديش تتحرك، تشوف انها هي مو نص قد السياره هم 100 سيارتين كامله متطابقتين اربع سنين. هذه مثلا 100 وهذه سرعه 150، وفي نفس اللحظه لما كانوا موازاه واحد هو لو حط البريك كان يعدي بس في لحظه واحده ابو 150 تك البريك لين جاي من الكوارث، والثاني برضه نفس الشيء. هل السيارة اللي ماشية 150 اللي هي بس 50% أكثر من السيارة الأولى حتوقف بعد بس مثلا إذا هذا وقف مثلا بعد 10 متر هذا حيوقف بعد 15 متر؟ لا أكثر. فأقول مثل هذه الأشياء اللي هي من ناحية ما نقدر نقدر نحصل فيه زي حصة الدين ولا مواعظ ولا ثقافة عامة، ولكن لا شيء له علاقة بحياتنا، أولادك قاعد يتدبروا في الشوارع وأنت قاعد تقول لهم فيزياء لها علاقة بالسيارات. تونا الآن بعد السياره اللي تنقلب ما تنقلب، يلا هذا مثلا كوب بالبيان مثلا، لكن لما تجيب لي اياها باشياء تمس حياتي الواقعيه تسوي اكثر من تسويها في علوم اخرى الى حد ما. طيب معك ممكن بس جمله او جملتين اي احد عنده اي جمله يريد ان يستفيد منها، خلينا نقول تفكير او ضعف في لدى معشر المعلمين لما تاتي تعلم العلوم سواء كان فيزياء او غير فيزياء. ما الامور التي تحتاج توفيها؟ سواء في المقرر او في النقاش او في المعمل او اي حاجه. خلاص بعد ما تكون ان شاء الله اعدك في ذلك. شوف احيانا في الاحواض اللي فيها مواد مشعه، لكن في الفراغ
لكن هو في المستقبل يطلع خطا نظري نسبي. ايوه انا ما اخذتك هذا الشيء. هم قالوا اجسام لكن المعنى الصحيح هي مجالات. اجسام صعبه قوي بس برضه في دي مش لاقيها مجالات. نعم تفضل يا استاذ كريم. طيب قول له ان توقع تعليم العلوم بقي ايش هذا؟ طيب خلاص معلوم عامه مسلسل العلوم عند التعليم. أنا من الأشياء اللي أردت عليها إنه الانطباع العقلي للطالب، الانطباع العقلي للطالب لابد أن يكون دقيق، يعني إحنا كلنا نريد أن نبسط العلوم. للأسف كثير من طلبتنا يشوفون الفيزياء بالذات وربما لأن فيها رياضيات، كثير من طلبتنا أصلا ما حاطين جدول الضرب 6 7 ما يعرف ايش هي 82. فإذا كان مادة فيزياء والمدرس قد يكون بعض المدرسين قد لا يكون متمكن من هذه المشكلة أو أنه ما يوقف الحياة الواقعية في هذه المشكلة. إحنا نريد أن نبسط العلوم. أنا كنت أظن حتى فاينمان ريتشارد فاينمان هذا من جائزة نوبل الستينيات من الأربعين القرن الماضي كان أحد الأشخاص اللي يبني الوقت هذه أينشتاين الله أعلم بالصواب يقول Make science as simple as possible, but not any simpler. بسط العلوم قد ما تتبسط، لكن لا تبسط العلوم فيها. لأنك ممكن تبسط العلوم حتى تخرجها من حقيقتها وهذه مشكلة. هذه مشكلة. أنا أعطيكم مثال وإن كان هذا لا أنتقده، بس مثال عشان تتخيلوا ايش اللي صاير. لما نأتي إحنا ورمز وكالة الطاقة التربية مثلا، إيش رمزها؟ حاجة زي كذا مسوية. كرة النواة مع انه نحن نعرف انه هي سحابه الكترونيه، يعني ليس هناك مسار الكترون، حتى لما نحن نقول في الكيمياء او في بعض انواع الفيزياء يدرسوها برضه اللي هو الاس والبي والدي، الاس كروي والبي له 3 مجالات متعامده والدي 5 مجالات، هذه احتمال ان الالكترون في هذا المسار او الحيز من الفضاء، وليس انه الالكترون حيمشي كذا وبعدين يسوي لنا كذا مثلا وبعدين يسوي لنا كذا او استمر وهو ماشي كذا، ليس صحيح هذا الكلام. احيانا مقارنه طالب ما يستوعب احسن من كذا بسط له اياها وقول ها على قدكم 95% صح؟ وحتى لو كشف عليه 5% الزايده هذه كان يعني ما يقدر علميا دقيق ممكن نكمل هذا شيء بسيط. لكن للاسف احيانا نبسط العلوم اكثر من اللزوم. والشيء الأسوأ إذا نبهكم من كذا هو الله يسلمك عليكم. روح الموت المستنين. لما أحد في طالب يسألكم ليش يا أستاذ أعطيكم سؤال إياكم تقولون زي ما بعضنا كان يقولون هي كذا. الأشياء اللي هي كذا في الفيزياء قليل. أنا أعطيكم مثال على هي كذا. مثال إنه ليش إذا كان عندك كتلتين نقطيتين بينهما مسافة فمثلا فإن القوة الجذب بينهما تتناسب مع الكتل وتتناسب عكسية مع مربع المسافة هي كذا. لو جبت أينشتاين زمانه في هذا الوقت عام 2013 11 ميلادية هيقول لك هي كذا. ما تمشي لك لكن كثير من الأشياء اللي احنا نعالجها في حياتنا هي كذا هي صح لكن هذا ليس تفسير. تفسير انه في سبب. يعني مثلا لماذا يخاف بعض الناس او لماذا بعض الناس لا يرون اللون الاحمر؟ ممكن هم كذا. لا بس يعني اللون الاحمر غير اللون الاخضر غير اللون الازرق. فلها تفسير. اذا انت ما نعرف اطلاقا ان تعرف يقول والله اعلم. فما قال ما يعرف يا اخي ما يعرف يقول ما يعرف. ما يعرف صد الطالب هذا من الاشياء اللي تعيش. كذلك الامور احنا لابد ان نتاكد من المفاهيم الصحيحه. انا اقول مو بس المفاهيم الصحيحه، مفاهيمنا احنا انا وانت والثالث والرابع والخامس والمحاضر. هنا يطلع هو الدكتور مره ثانيه استاذ موجود في مشكله اخرى في الشرقيه. لما اطلع هنا عشان نقابل استاذ كذا انا جسد والكرسي جسد. لو ما في كرسي ايش كان حيصير؟
سأسقط هنا وتفعل ما تفعل. أنا الآن في إحنا نقول توقعوني إنه في التصنيف هذا بالعموم إنه في أربع أنواع من القوى يقولون عليها القوى الجاذبية الكلية والكهرومغناطيسية والنووية القوية والضعيفة. توقعوني هذا الشيء تقبلوه في أحد ما يوافق. أنا أتحمل هذا الشيء خصوصا في التعليم الأساسي نتحمل هذا الشيء في أحد ما يوافق. أنا لما يكون قوة الفعل أنا لما بيجي طلبت الجدار الجدار هيضربني تخيل حتصير لخبطة بالقوة ولا إذا أنا ضربته بالقوة مثلا خلينا نقول كهربائية قوة هيضربني بقوة كهربية بقوة كهربية. الآن الأرض قاعد تجذبني ولا ما قاعد تجذبني؟ قاعد تجذبني. لو الأرض ما قاعد تجذبني ما في كرسي ما حاطيه لكن الواقع إنه لو ما في كرسي حاطيه هذه قوة فعل ورد فعل بيني وبين الأرض. وايش معنى الانواع الاربعه؟ جاذبيه مثل ما هي كهربيه؟ كهربيه مثل ايش؟ مثل الاحتكاء، مثل الصوت، مثل قوه الشد، هذه كلها كهربيه يعني الالكترونات هي اللي داخله فيها. لو ما في الكترونات ونواه ما حيصير في الانتقال الغذائي. القوه العموديه في معظم حالاتها قوه ايش؟ كهربيه. الان انا واقف على الكرسي، شايفين الكرسي مقعود كيف؟ المسنة حقته معناه انا اثرت على المسنة. هذه قوة فعل. رد الفعل ان المسنة المسنة دفعني على فوق، لو ما دفعني على فوق والارض قاعد تجذبني كان ايش اشر عليه؟ لكن قوة الفعل ورد الفعل هي قوة زوجين من قوة الفعل ورد الفعل. الزوج الاول في مكان الحالة اقصد انا بالذات الارض قاعد تجذبني للاسفل وانا قاعد اجذب الارض الى الاعلى، هذا الزوج الاول. الزوج الثاني أنا قاعد أضغط على الكرسي على تحت والكرسي قاعد يضغط علي على فوق على رجولي على فوق. هذا الزوج الثاني. الزوج الأول جاذبية كهربائية، الزوج الثاني هو كهربية أو كهرومغناطيسية، كهربائية استاتيكية وكهربائية استاتيكية نوع من أنواع القوى الكهرومغناطيسية. أظن يكون الكلام هذا واضح. علي أنا في قوتين، قوة جد الأرض لي على تحت وقوة دفع الكرسي على فوق، ولكن هذه ليست قوة فعل ورد فعل. هذه قوتين مختلفتين على جسم واحد ثلاث شكلات.